الحمد لله الاجواء مزيانه وكل شيء متوفر، وش هي الحاجه اللي ما كايناش ان هذا رمضان ان الانسان تمنعنا من المساجد وما كاينش اللقاءات بزاف، والحمد لله كل شيء متوفر. كنشوفوا اللحم بانه بنفس الثمن كما كان، كذلك الحوت بنفس الثمن والخضر كل شيء متوفر، والحمد لله نطلبوا الله يرفع علينا هذه الجائحه وهذا البلاء اللي يعني شمل العالم كامل ماشي غير المغرب، والمغرب كان سباق انه قام بهذه التجربه وهذه المبادره نتاع جلاله الملك اللي قام بها باش يحمي المواطنين، يحمي المواطنين والحمد لله. كاين الفرق راك عارف رمضان ديال العام دي السنين اللي دازوا مع هذا العام، كاين فرق بزاف ماشي شويه. ايوا الحمد لله على كل حال، الجو والانسان رهيب كما قال الاخرين، مع كورونا هذه راه ساخصو ريح دارو صافي. نقولوا وابا حنا الحمد لله بعد الجهه ديالنا الجهه الشرقيه لاباس بها شويه، ما عندهاش كما الداخل هو الحمد لله. اش غادي نقول لك؟ كلشي ديال الله. لا الخير موجود، الحوت موجود، الخضره موجوده، كلشي موجود الحمد لله. وعاوننا سيدنا ربي يخليه لينا وربي يعيشوا لينا، كلشي داز على خير وبخير، المخزن واقف، كلشي الحمد لله هو هذاك. لا هذا العام جاني حسن، هذا العام اللهم لك الحمد كلشي كاين كلشي موجود. الله ينصر سيدنا والله يخلي لنا سيدنا ديالنا والله يخلي لنا المغرب ديالنا، كلشي بنيتي عايش. ها تنبيع غاسي كانوا عايشة، تندير النهار ديالي اللهم لك الحمد. هذا المرض ربي يهز علينا اللوابة وربي غادي يهز علينا إن شاء الله، وعلى بلادنا وعلى العالم كامل، نعيشوا كاملين إن شاء الله في هنا وسرور الحمد لله. على جميع المسلمين أبنيت. السلام عليكم، مبروك لعواشركم وتصوموا هذا رمضان بالخير. أختي بغينا الجوامع يتحلوا يمشيوا يدعيوا للناس باش يمشي هذا المرض. راه الناس هذيك فيتنا، بنادم ما يبغيش يسلم عليها، هذيك راه فيتنا مع الله. نطلبوا الله ويحلوا لنا بيبان تاع الجوامع، ونطلبوا الله هذا المرض يمشي علينا وصافي. والسلام عليكم، واسمحوا لنا.